يقع قصر السلطان الموحدي أو سيدي سلطان أو القصبة في الجهة الجنوبية من مدينة نديروما، وبني القصر في عهد الدولة الموحدية بأمر من عبد المؤمن بن علي الكومي، وقد شيد قصر السلطان ليكون مركزاً للعمليات وتسيير إدارة دواوين المملكة الموحدية، وذلك بعد المؤامرة التي حكيت ضد عبد المؤمن بن علي الكومي بمنطقة عين الكبيرة، وتم ذلك من طرف بعض أفراد عساكره، وكان الهدف هو اغتيال أميرهم الذي قام بعد هذه المحاولة ببناء سجن بقصر السلطان الذي لم يبق منه إلا جدرانه خاشعة تخفي أسراراً ثمينة. قام عبد المؤمن بن علي الكومي بتجديد أسوار نديروما أو كما تعرف حالياً بالقصبة وأحاطها بالأبراج، ويبلغ محيط قصر السلطان تقريباً 1058 متراً، لم يبق من آثاره اليوم إلا جداره الشرقي. أما غرباً فيوجد برج بارز لم يبق منه إلا القاعدة المنهارة بسبب العوامل المناخية ليختفي سوره نهائياً. ويوجد بداخل هذا القصر بناية ضخمة لم يبق منها إلا الأطلال، ويفترض أنها بناية شبه مربعة تبلغ مساحتها تقريباً 23 متراً مربعاً. للقصر مدخلان، الأول من الجهة الشمالية بابه بارز بخمسين سنتيمتراً، والمدخل الثاني يقع في الجهة الجنوبية الغربية للقصر بابه صغير. وبقصر السلطان يوجد كذلك سرداب أو ممر سري يوصل بالحمام البالي المتواجد بحي التربيعة بالقرب من المسجد الكبير، كما يوجد باب سري يتوسط الجدار الجنوبي للقصر.